البس ايه ده ولا ده؟ مش عارف، ممكن البس ده، لا ده بتاع النوم، مش عارف والله. خلي ده فوق كده والبس شكل حلو، نحط هدوم المدرسه فوق وبس كده. مفيش اي حاجه، فين اللابتوب؟ اه انا عارف عارف مخبي فين، اهو اللابتوب. خليني العب جيم مع اصحابي. ثانيه، هو انا جايب كام في الامتحان؟ 100 من 14، 100 لا كده يبقى 150، 50 اوكي يبقى 115 اوكي. يعني غلطت على كام؟ 10 جوابة غلط والباقي صح، الحمد لله هم 10، وكان واحد بقى او كان مفيش. يا سلام، كنت زي بقى ايه، سما او سلي، لا سما كنت اكون زي سما دي اذكى واحده عندنا. مش مهم، هلعب بقى مع جيم موفق. اما بتيجي امتحان بلعب كتير، اما ارجع من البيت بكون متشوق عشان اما اجو اجيب الدرجه الحلوه العب كتير، بس او جبت الدرجه الوحشه برضه هلعب عشان اخبي من ماما، لكني ماما دلوقتي عارفه. طب انا كده لبست ده كده، مش عارفة اتمرن، مش عارفة كده احلى، والفستان هيكون نازل عند رجلي، مش عارفة. لا 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 خلي ده احلى. بوم! اه ايه ده؟ مين حاطف ده؟ مين؟ ايه ده؟ ثانية، دي كرة سالي. عملت كده ليه؟ معلش كنت مش عارفه انك هنا. يو بقى ما تدخليش اوضتي عشان انا دلوقتي عايزه اعزف. طب فين القطار بتاعك؟ هنزل عشان اجيبه. تنزل منين؟ من السلم الموجود على البلكونه. في ايه؟ مش عايزه ماما تعرف عشان القطار حد سرقه. ايه؟ ايوه بس انا شجاعه طبعا هجيبه. اتفضلي كرتك. مش عايزه تقولي لماما؟ طب والله انا هقول لها. ماما ماما يا ماما ماما. بسم الله، انا لسه كنت هطالك فوق عشان احط الهدوم الجديده. طب انا عايزه ماما. في قولي لي انا وهقول لماما. من ذمتك انك ماما؟ انا باباكي برضو يا زي ماما. قولي له بس، قولي له. هي ايه سالي اللي هناك دي، سالي قالت انها تنزل عشان القطار بتاعها الاثنين او الواحدة سرقوا، فهي هتنزل عشان تجيبه وتدور عليه. ايه؟ ايه والله، ربنا عظيم، ربنا عظيم والله. هقول ماما. ماما هي دي امك ولا مراتك؟ عيب كده. طيب انا بقول لك دي مامتك ولا مراتك؟ المفروض دي مامتي انا مش انت. خلاص انا بناديها كده عادي، يعني عشان ما تختلفيش. عادي عادي، يعني برضو انا عارفه اسمها. اطلع بس خلاص خلاص. ولا حول ولا قوه الا بالله. هو في ايه الصريخ ده؟ كمان حد كان بيصرخ على بابا. ما اشوف في اللابتوب بس، هحطه هنا وانضف وقت بعد شوية. وفي ايه؟ حد بيصرخ؟ والله ما في مكان. وصل لسليم.
ما تقفليش. هو في ايه؟ نام يا ساندي. سمعتي على أغنية كنافة مزقزقة اللي كانت فيديو من كاتي لاف لايك؟ لا، كاتي كيوت لاف لايك، صح؟ أيوة، الاسم ده الغي غريب ده. وهو المفروض كان اسمه رؤى كيوت لاف لايك. ايه بس هي غيرته دلوقتي. طيب عملت ايه؟ كان في بنت تغير، كانت بتغني كنافة مزقزقة، اغنيها لك. ماشي ماشي، خليني اسمع. كنافة مزقزقة، كنافة مزقزقة، بتتلف حوالينها كده، بتتاكل حوالينها كده، كنافة مزقزقة، كنافة مزقزقة. خلاص متضحك قوي. ماما 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 ماما، والله ما سايباكي. وفي ايه؟ والله ما سايباكي. ممنوعهم يجوا هنا عشان انت مصدعه بس. يا ماما رايحة في ايه؟ يا مرعي بنت. خلاص والله. طيب هي الكتر بتاعها اتسرق. والله ما سايباكي. لا استني بس، في مصايف تانية. مصايف كامل. بصي، هي نازله من السلم عشان تجيبه كمان. تعالي لي، استني استني بس. وفي مصايب تانية كمان. ايوه كمان. سالي كسرت الازاز تحت كمان. تعالي لي. المفروض مش انا يا ماما، المفروض هي. تعالوا لي انتوا الاثنين، انا لازم اظهر للحق. انا اسف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله يا بابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله يا جدعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيحصل هروح. صدقني صدقني صدقني، او رحت هتتلخك عليه، هتتذبح معاهم. يا مالك لبس كده ليه؟ ونايمين على سرير صحر ليه؟ والله انا هقول لصحر. ايه ده صحر؟ ارجوك ارجوك يا صحر. سليم ارجوك ارجوك يا سليم. سليم او عملت كده؟ والله ما 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 وال هقول ماما. ايه اصلا؟ ماما هي اللي قالتنا نقعد على سرير. ايوه يا ماما. سليم احنا مش بنكذب عليك، والله انتوا بتكذبوا. هقول ماما. لا لا يا سليم هم بيضربوا جامد. الله يطول عليك الروح. سليم ارجوك والله هقول لهم. سليم احنا بنحذرك، احنا غلطانين ان احنا بنحذرك يا ابني، احنا غلطانين. روح يا شيخ. ايه ده ماما؟ نعم، مش شايف انا مشغوله؟ هما بيكذبوا عليا. وقلت
قالوا هم نايمين على سرير صحر، بيقولوا انهم انت اللي قلت لهم يناموا على سرير صحر. سرير صحر يا ابني، انا قلت لهم بجد. ايه؟ ايوه، في ايه؟ انت كده مش بتصدق اخواتك. يا ولا حول ولا، تعالي لي. شفت؟ لازم تصدق اخواتك، لازم تصدق اخواتك واعتني بيهم كويس، على اساس انا الكبير. لا انت مش كبير، انا الكبيره، لكن يعني انت الاخ، يعني تحبينا. ايه ده؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. يلا بينا ننام، يلا. انا نسيت اقول لكم، دي الحلقه العاشره من الاهل او العيله الكبيره منهم، او انتوا بتسالوا فين الحلقه السادسه عشان انا مش فاكره. هو انا عملت الحلقه السادسه ولا لا؟ بصراحه مش عارفه، بس قولوا لي في التعليقات عشان اعرف. يلا بينا نكمل الفيديو. هو انا ليه حاسس ان حد كان بيتكلم هنا؟ يا ربي يا ربي، هو في ايه؟ حاجه غريبه بتحصل هنا. هقفل الباب وانزل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا هروح اكل لحم. طب انا اكل ايه؟ وفي ايه؟ مفيش ولا يعني اكل ابنه؟ يعني اجيب الفطار الاول. هو في ايه؟ سيب من جنن يا جدعان، سيب من جنن. يا فن تمام كده. هو استنى لحد ما تشوفي. طيب اجيب الشوكة. هي راحت فين؟ مش ناقصتك انت كمان. انت بتاكل الاكل. انا غلطان، والله انا غلطان عشان حطيتك. يعني سكينة وايه؟ سكينة تاني ايه؟ وشوك. تمام، واحط الباقي السكينة جوه وهو تاكلها. ايه ده؟ لا انا احط الزرعة دي هناك تشوك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طعمه جميل قوي. ما انا مش كمان، اسف عشان انا جوعتكم، بس انا بصراحه الاكل تحفه. خلاص انا اسف، اوعوا تضربوني بس زي باقي اخواتي. حط الشوكه فين؟ ابعد بقى. ايه ده، انا زهقت منك يا اخي. يلا بينا ننظف الطبق.
جامد. تمام كده انا هروح انام. لا لا لا، هجيب باقي المخدات واحطها على السرير عشان ارتاح. يا لهوي، وفي الليل انت بالاكبر والله هتنزلي الشارع ولا هتجيبي القطار بتاعك ده الا او انت اللي جبتي الفلوس بتاعتك عشان تشتريه تاني. يا بابا بقى خلاص حرام. هي امتى هتيجي سحر؟ خلاص خليكي زي الجهلة كده، مش عارفة. أنا مش جهلة يا بابا. الحمد لله. إيه ده يا شيخ؟ إيه ده؟ يا ابني أنا مش جهلة، مش جهلة. افهم الجملة، الجملة دي على دماغك. أنا مش جهلة، مش جهلة. أنا مش جاهل، مش جاهل. أنت اللي مش جاهل. أنت اللي مش جاهل ولا أنا مش جهلة؟ إيه ده؟ افهم اللسان دي مش جهلة. افهم اللسان دي مش جهلة. افهم اللسان دي مش جاهلة يا يا راجل متخلف انت. ايه قول بس قول. حاضر يا فندي، حاضر. وعن انا باباكي بس يعني هيب كده يا سندي. طيب بس هي مش هيقول راجل متخلف، هيقول مش عارف، مش عارف مين سندي دي. ماشي مش عارف مين سندي. افهم ان ساندي مش جاهله يا اللي مش عارف مين ساندي. افهم ايه؟ افهم اللي ساندي مش جاهله يا اللي ما تعرفش ساندي. افهم اللي ساندي مش جاهله يا ما تعرفش ساندي. عن انا عارفاكي وانا باباكي بس عادي كده. انا هروح البس واحط الهدوم يعني. شوفي انا جبت لك الهدوم جديد. ايه بسم الله بسم الله. خضتيني يا شيخه، انت اللي خضتني. ايه انت اللي خضتني؟ خضتني الله يستر. مش مهم بتاع سحر. بتاع سحر بتاعنا. هذه هدومك دي واحطها مكانها. ماشي سحر. سحر اسمه، اصحى سحر. نعم يا بابا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في يا بابا مش عارف احنا نايمين هنا. كملوا نومكم بس في اوضتكم. مش هنزل تحت وانا هروح على اوضتي. اهم حاجه جبت اكل القطه في المطبخ. ماشي اتفضلي يا ستي. لا ده مش مكانك، مكانك تحت. ايوه اوعى تغلط فيه. طبعا هجيب سحر والصبر. كده جبت اللبس هحطهم. جبت سمر لبس سحر. انا مش عارف سحر كده كئيبه كده اللي بتحب اللون الاسود. مش مهم. يلا يلا وقت النوم يا حبيبتي. هي هما امتى هيجوا سحر وسمر؟ امتى امتى؟
عشرة مرة ضربت الرجل ده كان عيط حتة عياطة. ده نادم عشان كلمك بالطريقة دي. ايوه بعد كده ما يكلمش سحر. طب شكرا ان فتحتولي الباب وشكرا ان فتحتولي الاسانسير. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بقول هم سحر وسمر فين؟ انتوا ليه مضلمين الدنيا النور دي ليه؟ عشان انا خايف خالص. سخيفة. اهو نور. شكرا قادر انام كده واحنا مش هنقدر ننام. بسم الله الرحمن الرحيم. نمت على طول وانا هنام بقى. الحمد لله ما حدش ينام على سريري. ثانية اخد البتاع عشان لو عرفتي والله تدوشين في القلب. انا هحط الالعاب دي هنا والمايو الجميل ده والدوده هنا. في نور تحت متخافيش. طيب انا هروح انام. يلا وقت النوم. يو بابا يا بابا. يلا عشان انا هرتب بالاكل. ثانية بس احنا ما كلناش حاجة. خدوا اتفضل. وايه حد جعان؟ انا جعانة. طيب تاخدي برتقالة. دي هتشبعني كده. بس ادخلي الحمام قبل الفطنين. حاضر. انا كده كده بتعلمها يا بابا. هل هتعمل معايا؟ لا انا متعلمها ان ادخل الحمام قبل ما انام. انا عارف. تعالي بس عشان انا كنت فاكر الناس. تعالي بس ساعديني. ماشي. حط السجق دي فوق. ماشي. فراخ دي تحت. يلا هون. خدوا دول وحطوهم تحت. ماشي يا بابا. الصوت ده بتاع صوت الاكتماع. والنهارده انا هقفل الفيديو عشان في دراسه النهارده وهروح درسين. يعني درسين يعني بزر بس النهارده في دراسه ومش هقدر العب كتير كده. واستنوا الحلقه الجايه 11. الحلقة الجاية اسمها الحلقة الجاية رقمها 11. يلا سلام.